تقول السائلة من ليبيا فضيلة الشيخ: كيف تكون التوبة لمن تورط في بناء بيت بقرض ربوي، وما هي شروط التوبة في مثل هذه الحالة؟ التوبة هي أن يقلع عن هذا الشيء الذي فعله، يقلع عنه ويتركه تركا نهائيا، ولا يعود للتعامل بالربا، وأيضا يعزم أن لا يعود إليه مرة ثانية، وثالثا أن يندم على ما حصل منه. شروط التوبة ثلاثة: الإقلاع عن الذنب، عزم أن لا يعود إليه، الندم على ما حصل منه. هذه شروط التوبة من الربا وغيره. وما دام أنه أخذه واستعمله ثم تاب إلى الله، فمع التوبة يتصدق بمقدار المال الذي أخذه من الربا، صدق به ويضعه في مشروع ويتخلص منه. نعم.